عاشق البرشلوني يقول له عندي من الذكريات القديمة لوعة لوعة عندي من الذكريات القديمة لوعة. الرسام في آخر مباراة نهائية يسجل، يستقبل الهدية ويحتفي، وكل برشلوني كل برشلوني وكل أندلسي وكل إسباني الآن 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 عزيزي المشاهد في المباراة الأخيرة في وداعية وداعية يا آخر ليلة تجمعنا. أو هكذا كالحلم يرحل فجأة، أو هكذا كالحلم يا إنيستا ترحل فجأة يرحل. نعم هكذا، وربما آخر مباراة نهائية، ولكنه سجل في الحضور الأخير في هذه المباراة النهائية، وكأن المدرب، وأعتقد أنه كان محق، كأنه يريد لهذا الرسام أن يحظى بهذه اللحظات من الحب. سيرحل شخصك وأثرك باقي. هذا لاعب قلت قبل ذلك، هذا لاعب تحبه غصبا عنك، شئت أم أبيت.